حمد الطاهر حسين على تحاشي وجود كل طلاب قسم المسرح في مبنى واحد يجمعهم، فقام بتوزيع الفصول إلى 4 مناطق جغرافية مختلفة في العاصمة، وحرص أشد الحرص على أن لا تختلط السنة الأولى مسرح ببقية الفصول. فعلا كان يعني عازلهم وخاتيهم في حتة بعيدة جدا. فهي الدفعة التي ستدرس نظريته في المسرح الإسلامي، هنا لقى فرصة دي الدفعة حيقريها يعني، وهي الدفعة التي أيضا ستلقن تعاليم مشروع الإحياء الثقافي الذي صممه أحمد عبد العال. ده برضو أجارب ممكن تيريوس يتطرق له، لأنه قابل أحمد عبد العال نفسه يعني وناقشوا حول هذا المشروع مؤخرا يعني، بعد ما قعدنا في هولندا سنوات يعني ورجعنا ندرس في المعهد في بعض الكورسات. ولأن طبيعة دراسة المسرح ده في وجهة نظري يعني وفي وجهة نظر ناس كتار جدا لا تحتمل مثل هذه التخريجات، وتشترط تواصل المجموعات بشكل يومي، طالبة جمهور الطلاب وعبر اتحادهم التفاوض مع العميد وإدارة المعهد. فرفض الطاهر حسين رفضا باتا الجلوس مع ممثلي الطلاب، ووصفهم بأقذع الصفات، وبات في حالة هياج دائم وتوتر وإصدار مستمر للقرارات القمعية التي تحد من الحرية الشخصية للطلاب، كتعيين مشرف ملتحي بداخلية الطلاب يراقب دخولهم وخروجهم ومن يزورهم، بدلا من الاطلاع بمهمته الأساسية وهي تهيئة بيئة صالحة للسكن. وهذه مهمة كانت تصدى لها سكرتير الاجتماعي للاتحاد في السنوات السابقة دون التدخل في خصوصية الطلاب. وبلغ الطاهر حسين حدا من الهوس للدرجة التي قام فيها بفصل بص الترحيل إلى قسمين. بص الترحيل قسموا لقسمين، ما يعني فيزيكالي كده يعني، لكن قام خدت البنات قدام قال دي الحتة دي للبنات والحتة دي الورا للبنين، وقال كلام غريب جدا بالمناسبة، قال كلام غريب جدا يعني في دباجة القرار ده، قال تحاشيا للمفاخذة، قال يعني هو عمل كده تحاشيا للمفاخذة، عبارة ذاتها جديدة وكانت بالنسبة للناس ما في محل أصلا، ما في السياق، وغريبة غريبة جدا لهم. هو عمل حياة فعلا يعني تلوس ممكن يطلع ويقول، ومنع طبعا منع النشاط السياسي بالمعهد والمتمثل في أركان النقاش وإصدار الجرائد الحالية. أمام كل هذه المحاولات التعسفية لتغيير طبيعة المعهد وإنسانه، طالب الاتحاد المكون من تحالف الديمقراطيين والمستقلين جمعيته العمومية للإنعقاد والتداول حول كل هذه القضايا. وبعد يومين من الإنعقاد كلفت الجمعية العمومية لجنتها التنفيذية بمحاولة التفاوض مرة أخرى مع الطاهر حسين وإدارته، ولكنه أكد رفضه لفكرة التفاوض مع تهديده للجنة الاتحاد بالفصل نهائيا من المعهد إن أقدموا مرة أخرى على هذا الأمر. عقب ذلك مباشرة انعقدت الجمعية العمومية وصوتت على اقتراح ينص على أن يحتصم الطلاب بمباني قسم الموسيقى ليل نهار، وتظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم، وتجري في نفس الوقت محاولات التفاوض مع الإدارة ومع العميد والبحث عن وسطاء من قدام الأساتذة بالوسط الفني ووسائل الإعلام والخريجين إلى أن تحل كل القضايا. لم يمضي يومان على الاعتصام السلمي للطلاب بمبنى قسم الموسيقى حتى أرسل العميد عربة محملة بجنود مكافحة الشر. فجأة كده جينا لقينا في كومر واقف وقدام الناس، في ضابط شاب، الناس طوالي كنا ريلاكس جدا مشينا له، وهو لقى الحتة هذه جدا ما في حاجة تستدعي انه يجيب كومر يعني، فحكينا له الحاجة طلعناه فوق شاف الحاجة وانسحب
انسحب الضابط الشاب معتذرا بعد أن تبين له أن الاعتصام عبارة عن نشاط أدبي وفني مستمر ينقطع ويعلق متى ما استجدت معلومة تستحق التنوير من فريق التفاوض. الفكرة كانت كده إنه الجمعية العمومية منعقدة في شكل نشاط أدبي وفني. في إشارة لكن ما أعرف الزمن كيف، لكن بعد عشان قبل ما أخش للنهاية إنه الوصل الطاير حسين للمرحلة دي شنو عشان يقوم يفصل الناس. المهم أقولها أيوة أقولها إنه أيوة كان هناك 35 طالبا وطالبا من الإسلاميين والموالين قد فصلوا من الجمعية العمومية قبيل نهاية العام الأكاديمي الذي سبق أحداث هذا الاعتصام، وذلك لمشاركتهم في الحفل الذي أقامته إدارة المعهد للزبير محمد صالح بقاعة الصداقة، بالرغم من أن الجمعية العمومية للطلاب قد قررت عدم المشاركة. هم شاركوا غصبا عن الناس أو ما سمعوا أو ما التزموا بقرار الجمعية وشاركوا. اليوم الثاني فصلوا. لذلك كانوا غير ملتزمين بقرارات الاتحاد الأخيرة كالانخراط في الاعتصام المعلن، بل كانوا على أهبة الاستعداد لدخول أي محاضرة تنعقد من أساتذة قسم الموسيقى. والأساتذة تضامن بعضهم بشكل غير معلن بحجة أنه الجو ما ملائم، الناس مضربة أو محتصمة في مبانيهم يعني، فعملوا زي سلو داون للمحاضرات. ولكن استطاع عدد قليل من الطلاب الإسلاميين دخول المحاضرة الوحيدة لأستاذ مشارك، أستاذ بيجي من بر المحل. دخلنا عليهم شخصي وزميلي في قسم الموسيقى حسن مبارك، وبدأنا في شرح الموقف للأستاذ ودعوناه للتضامن يعني معانا في الفكرة تحت الاعتصام ويعمل نفس الفكرة ويوقف محاضرته. في الوقت ده نحن بنتكلم معاه ودخل علينا الطاهر حسين منفعلا ووصفنا بالصعاليق، جرى ورقة وسألنا عن أسمائنا لم نجب. سأل الطلاب الجالسين للمحاضرة أو الإسلاميين فذكروا له مباشرة الاسمين كاملين. كان هناك مجموعة كبيرة من الطلاب المعتصمين يقفون عند باب القاعة الصغيرة. عندما دون الطاهر حسين اسمينا التفت إليهم وسأل بغضب: منو تاني العاود يسجل اسمه ويتفصل؟ هنا تجاسر عدد كبير من الطلاب وبدوا يملئون عليه أسمائهم. ظل يكتب الطاهر حسين متشنجا وهو يسبنا حتى امتلأت الورقة، وما زال هو يسمع أصوات الطلاب يتسابقون في تملية أسمائهم. فض بقوة الطاهر حسين حائط أجسام الطلاب الذي طوغه ونزل من مبنى الموسيقى متوعدا الجميع. في اليوم الرابع فاجأ الطاهر حسين الجميع بفصل 61 طالبا وطالبة فصلا نهائيا، وتمنى لهم مستقبلا أكاديميا في مكان آخر غير المحل. هذا العدد هل تتصوروا إنه يساوي 22% من العدد الكلي للطلاب؟ لم تتضمن قائمة الطلاب المفصولين عدد كبير من الأسماء التي دونها الطاهر حسين في قاعة الموسيقى، ودي ممكن تفهموا يعني هو دون كمية من الناس لكن بعد ذلك عزلوا دائرين منه تحديدا اليساريين. وردت بقائمة الفصل برضو 3 أسماء لطلاب تحديدا طالبتين وطالب، النين بنعرفهم، وردت أسماءهم في الفصل اللي هو باعتبار انه الناس قامت بالاعتصام ومنعت كما قال هو الدراسة بالقوة او مواصلة الدراسة بالقوة. الثلاثة ديل ما جوا الاعتصام ولا اشتركوا فيه، واحدة كانت واضعة واثنين كانوا عيانين في بيوتهم. كويس. وردت بقائمة الفصل الثلاثة ديل زي ما قلت، وتضمنت أيضا القائمة كل الطلاب المنسوبين لليسار. أعقب الطاهر حسين قرار الفصل
بقرار آخر وهو إغلاق المعهد العالي للموسيقى والمسرح إلى أجل غير مسمى لحين اكتمال إجراءات انضمامه لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وذلك حسب ما جاء في ديباجة القرار الذي صدر نهار الأحد 16 يونيو 1991. في صباح السبت 11 يونيو 1994، وبعد 3 سنوات تحولت عبارة إلى أجل غير مسمى الواردة في قرار الإغلاق وصارت أجل مسمى، حيث فتح المعهد أبوابه للطلاب تحت عمادة أحمد عبد العال. وهذا فصل آخر في كوميديا المعهد السوداء. أنا حتكلم عن التجربة دي من خلال تجربتي أنا الشخصية، يعني وأنا طالب في المعهد وبعمل قراية سريعة للحركة المسرحية في السودان، أنا أدي تصور الحركة المسرحية في السودان. الكلام اللي حقوله دي هي كشاهد عيان من التجربة دي، يعني تجربتي الشخصية من خلال شوفيليا، يعني منعم سرد الحقائق التوثيقية اللي حصلت، الحقائق دي أنا حاضرة أو جزء منها. فداير بالتحديد أشوف حختم الكلام اللي حقوله دي بمشهد صغير أو مشروع مشهد صغير مسرحي في تجربتي في هولندا هنا، في لسه أنا ساكن في هولندا في تجربتي في أوروبا مثلا. فكيف إنه أنت تكون طالب أو شاب طفل عمرك 16 سنة بديت أو حاس شعرت عندك موهبة ما ومشيت تقرأ مسرح في السودان، ويحصل التجربة اللي حصلت دي التجربة الإسلامية والمشروع الحضاري في السودان، وأنت تكون جواه وتتختم بك التجربة في أوروبا. أنا من مدرسة حمسين الثانوية دخلت قصر الشباب والأطفال عشان أقرأ فيه دراما. وليه أنا ذكرت قصر الشباب والأطفال؟ لأن القصر في الوقت ذاك كان مؤسسة معمل مسرحي، والمعمل المسرحي دي تم تكوينه من عدد من المسرحيين اللي كانوا أنا أسميهم حداثيين أو يعني رافضين للتيار بتاع الإليتة داخل المؤسسة الأكاديمية، وهم اللي هم محمد عبد الرحيم غورني، عبد الجبار عبد الله رغمي انتماء التنظيمي للحزب الشيوعي السودان، حامد جمعة آدم، الرشيد أحمد عيسى، و فإضافة للجانب ناس تانين كانوا متعاونين، يحيى فضل الله العوض، قاسم أبو زيد. فديل مجموعة من المسرحيين اللي كان عندهم تصور لخلق حركة مسرحية مختلفة، فأنا كنت تلمست عليهم من داخل المدرسة دي. المدرسة دي كانت توتالي مختلفة عن نظام معهد الموسيقى والمسرح، لكن المجموعة دي كان عندها تصور مختلف مع ضد المعهد برضو، لكن برضو كان عندهم وجهة نظر حول الحيشان. والحيشان مصطلح للمسرح التقليدي في السودان، الحيشان مسمى الإذاعة والتلفزيون والمسرح، وحوش المسرح اللي هو بيتفرخ أو ناس الأساسيين مثلا المدارس الرئيسية، مثلا الفاضل سعيد دي مدرسة براها، فرقة الأصدقاء، المسرح الفرق المسرحية التاريخية في السودان، دي كلها بتنتمي تحت إطار ما يسمى بالمسرح السوداني. وأنا جوا المشروع دي اتربيت بالفطرة داخل إنه أكون عندي تعلق بتعلم المهنة المسرحية بتجويده كفنان أو في الخضة، يعني مش بالتي هذا. المعرفة اللي اتملكتها معرفة تكنيكية كثير في إنه أنا كيف أجود المهنة، غاب فيها دي الحالة الأساسية، اتغاب فيها الجانب الأيديولوجي اللي وانت تتربى على إنك يكون عندك وجهة نظر أو تكون فاعل حقيقي، يكون عندك وجهة نظر، بتربى عندك وجهة نظر حادة جدا تجاه القضايا الموجودة، تجاه
تجاه السياسة، تجاه المسرح التقليدي، ولكن دورك كناشط سياسي أو فاعل في التغيير ما كان حصل لنا التربية دي، لأنه الأساس اللي كانوا جوا المشروع ده هم كانوا رافضين لحركة حركة التنظيم السياسي، رغم أنه مثلا عبد الجبار عبد الله منظم، ولكن جوا المعمل ده كان ملتزم بتربيتنا أو بتعليم الناس على المستوى الفكري في كفنان يعني في دوره، لكن برضو ما تساقوا الناس في الاتجاه التغيير ده. أنا الكلام اللي بقصده تجربتي الشخصية، بقول تجربتي الشخصية لما دخلت معهد الموسيقى والمسرح، دخلت بالتحديد في الفترة اللي بيحكي عنها منعم دي، الفترة الأخيرة اللي جاء الطاهر حسين من ألمانيا، وكان في انفعال شديد جدا في الثانية الحقيقة بعد دي من اليمن، لا الأخيرة، أنا التجربة الأخيرة بتاعتي الأخيرة دي قبل من اليمن، بقى عميد المحل، أيوه بقى عميد المحل. فأنا جيت بالحماس ده إنه طالب، قريت القصر كم سنة، بديت أمثل في الشوارع، أمثل في كده على سنة أخش أتعلم في معهد الموسيقى والمسرح، بالنسبة لي حلم. وبالفعل أرجع شوية للمعاينة التمت، صحيح في الفترة دي كانت الحكومة غيرت، عملت تغيير كامل، وإحنا جايين داخلين على المعهد، المعهد كان مؤسسة ضخمة جدا، اللي هو فوق اليساريين فيه الناس الأساس الدرسون، ناس القصر دي الرافدين مثلا، ناس حفظ الله غورني قاسم جهادي. فبقيت في النزاع ده، في انك انت تنتمي لياتو 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 فصيل، ما عندك ثقه في 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 مثلا في الشيوعيين مثلا، لانه ما تربيت على المشروع ده، انت ما عندك رغبه تكون في الخضه، ما عندك ثقه يعني. فدي فريسه كانت جاهزه لمشروع مفتوح زي طارق حسين، للمشروع الحضاري. قفل المعهد 4 سنوات. أهمها في الحاجة دي كلها إنه العقوبة تمت برضو، فصلوا المعهد 61 وودوا مجموعة من الناس الدفاع الشعبي. أنا من ضمن الناس اللي مش الدفاع الشعبي. التجربة دي ما تم لا توسيق مهيضة عن منعم برضو من الفصيل تعجبها الديمقراطية، ومن الوقت ذاك هم عندهم اعتراض على فكرة الدفاع الشعبي. وإحنا كطلبة، جاي طالب صغير خامة بفتكر انه انا ما حد من حقي اواصل فيه وما جيت فصل منه، وكنت قاعد لما تم غريبه، كان في مجموعه من الناس منهم ناس مشهورين جدا، شعراء جدا، قلنا عايش في مصطبة يعني، لكن ما طلع لنا نمضي يعني، ودي بتفصلوا بعد ذلك يعني ما عندها رغبه الاسماء. لكن المهم في الدفاع الشعبي دي برضه مهمه، التفاصيل دي انا احكيها كده لانها مهمه جدا للحصر في التغيير في السودان. الدفاع الشعبي دي ودوا اسمها كتيبة الإعلاميين، ده في معسكر القطينة، معسكر ضخم جدا، معسكر يشابه، أنا بعد ما جيت أوروبا تعلمت الفترة بتاعت المعسكر النازي ده، فهمت شنو المعسكر ده خطورته. معسكر ده كله براءة، ودوا فيه طلبة معهد الموسيقى والمسرح، فيهم عدد جدا من الفنانين المشهورين جدا زي جمال حسن سعيد، ناس من الدجالات، فإحنا كنا كمية من الطلبة، سيبهم ناس كمية من المشاهير المسرحيين، لكن ودوا فيه ناس كوادر الإذاعة والتلفزيون، ودي الكوادر مهمة جدا، دي المخرجين وموزعين كان بيتخرجوا من سنوات، بيتخرجوا بهدوء من معهد الموسيقى والمسرح. معهد الموسيقى والمسرح بيخرج ناس موظفين ممتازين جدا، بيشتغلوا مخرجين في الإذاعة، وناس فنانين جدا ما عندهم برضو انتماءات سياسية، ودي حاجة من الخطورة برضو يعني ما بكون عندهم رأي واضح في نمير شنو ولا عمر البشير شنو ولا كده، عندهم ده لكن جوا شغلهم بيزحوك أفندية، المسألة دي بخشوا فيها كثير. الناس اللي أنا احتكت بهم في معسكر الدفاع الشعبي اللي هم جاءوا ناس مؤسسة الدولة للسينما، ناس وزارة الثقافة والإعلام، ناس الإذاعة، ناس التلفزيون، اللي هم زي ناس خفاجة، كمية من المخرجين يعني. الناس دي اللي جابوهم وتم تعيين في كل كتيبة زول ظهر زول، مثلا في زول راجل اسمه مدني محمد عمر، زول تاني اسمه احمد، ديل كانوا رؤساء الكتائب، ديل ليتر بيجوا في التلفزيون وفي الاذاعه بيجوا الناس المديرين، حصل تغيير كامل. الناس ديل جو من خلال الشهرين والثلاث شهور في 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 القطينه، حصل وما ممكن يحصل غسيل مخ للناس ديل، ناس اصلا ناس ناضجه اصلا، لكن حصل لهم
كده ده الشغل حيواصل كده، احنا حنمشي كلنا نشتغل بالمستوى ده. احنا غريب في الطرف المحا ذاته عملنا فوضى شديده جدا جوا المعسكر، عملنا او معارضه كثيره جدا بطريقتنا داخل المعسكر. الكوادر دي خشت الاذاعه والتلفزيون وجات فوق ليها المدراء الاساسيين، مثلا زي حسن فضل المولى ماسك مثلا النيل الازرق، عوض جادين الاذاعه كده، الزول الثاني الشهير اللي ماسك خال الوزير ده اسمه خال بشير طيب مصطفى. ديله كان بالنسبه لهم سهل قياده الاعلام، المؤسسات الاعلاميه دي والتلفزيون الاذاعه والمجلس. ده مشروع براهو نجيب مره ثانيه اذا حصل اللي قدام فيه حاجه. ما يخص معهد الموسيقى والمسرح، فتح بعد ما تم قفله بعد 4 سنوات بتجربه محزنه. تصور انك 4 سنوات بيكون ما عندك تصور تمشي وين. احنا كنا 4 سنوات بنمشي بكل حامين في الشوارع يعني. كان بالنسبه لنا قصر الشباب والاطفال ملجا اسم الدراما بنجي فيه، قرني كان فيه اساسي، كان عامل فيه مملكه خاصه به بفرغ فيها فنانين. وحقيقه هي مؤسسه مسرحيه خطره، خرجت كميه من الفنانين من ضمنهم سيد عبد الله صوصل، عبد الحكيم عامر، عبد المجيد حسن، ناس مؤثرين جدا داخل الحركه المسرحيه حتى الان. فتم فصل قرني من قصر شباب الاطفال، وتم تشريد قصر شباب الاطفال القسم الدراما ده خالص، ويتمنعنا نخش القصر ده خالص، فبقى ما عندنا مكان بيكون حامين في الشوارع. كويس؟ دي مثلا التجربه النفسيه. صعب انه الترجمات اللي بيفعل كل حال. فتح المعهد بعد 4 سنوات. لما فتح معهد الموسيقى والمسرح بعد 4 سنوات يدعين فيه احمد عبد العال، دكتور احمد عبد العال. فاحمد عبد العال من الاسلاميين اللي عنده خط وتصور، هو المهندس الاساسي للمشروع الحضاري في السودان.